جهود إنسانية تقوم بها جمعية العون المباشر لمساعدة المحتاجين والمتعففين في تونس. نعم، المساعدات تتكون من 2000 سلة غذائية متنوعة، وذلك لتخفيف وطأة الظروف لا سيما في ظل جائحة كوفيد-19. أكدت السلطات الجهوية بمحافظة سنيان تقديرها الكبير لما تقوم به دولة الكويت عبر مؤسساتها الخيرية والاقتصادية والتنموية من جهود لمساعدة تونس وشعبها في مختلف الظروف والمناسبات. كان ذلك لدى لقاء محافظ سنيان بممثلي جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية مرحمة الخيرية. ثم مساعدات الحقيقة على أثر جائحة كورونا، وفي نفس الوقت بمناسبة شهر رمضان كفت الشعب الكويتي الشقيق. الحقيقة العلاقات هي علاقات ممتازة. أنا برغم لي حديث العهد اللي كان لي شرف مقابلة مع سعادة سفير دولة الكويت، الحقيقة عندنا مجال التعاون، عندنا مجال التعاون في المجال التربوي، ودخلت الكويت في بعض المؤسسات التربوية بالصيانة وبالتعهد في المجال الصحي. سبق ولدولة الكويت باش ساهمت في تمويل مشروع المستشفى الجهوي بمكثر. إلى عمق محافظة سليانة بمناطقها الجبلية الوعرة وأريافها التي تشكو صعوبات في العيش، وصلت 2000 مساعدة كويتية إلى الأسر المتعففة هنا. باش نقدموا لهم طرود غذائية، كما تعرفوا يعني عديد العائلات والأسر المعوزة اللي موجودة في المنطقة هذه. حاولنا أنه نلمسوا الناس اللي ضرت من الحجر الصحي والناس اللي تعاني من الخصاصة ومن الفقر في هذه المنطقة. هذه قرية بلوطة، منطقة فقيرة، كان لهذه المساعدات خير سند لأهاليها لمجابهة حاجيات شهر رمضان، وتم توزيعها بإعطاء الأولوية للأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. مواد غذائية أساسية متنوعة ستساعد دون شك هذه الأسر على توفير مستلزمات مائدة الإفطار.